Hello everyone, how are you doing my dears? As I promised you, كما وعدتكم في السونداج اللي درناه كنت درت لكم بوست وسقسيتكم فيه اسكو تحبوا ندير لكم وضعيات، يعني كل الوضعيات نشملوا فيديو نشملوا فيه كل الوضعيات من كل المقاطع، يعني مقاطع ثلاثة كامل الوضعيات تاعهم راهم موجودين في هذا الورقة اللي كم تشوفوا فيها. الو، هذه اسهل طريقة. هذا الفيديو اولا هو موجه لسنوات رابعة متوسط، موجه للتلاميذ اللي يحبوا يحفظوا. كاين تلاميذ اللي يحبوا يعني عندهم القدرة على الحفظ ويحبوا يحفظوا، فهذا عندكم هنا حوالي ثلاث وضعيات لكل مقطع. الو، اللي يحفظوا هذا الفيديو هو موجه لكم، وحتى اللي ما يحفظوش هذا الفيديو كذلك هو موجه لكم، لانكم راكم ماكش مش رايحين تحفظوا لانه الوضعيات اصلا قصار، راكم مش رايحين تحفظوهم ولكن رايحين تدوا منهم افكار. هذو الافكار يساعدوكم باش تكتبوا اي وضعيه تجيكم في الامتحان تاع الجاي. برك للي ما يحبوش يحفظوا كامل نقول لكم باللي لا فيديو الجاي ان شاء الله، ذا كامين فيديو از فور يو، يعني ليكم نتوما، لانه رايحه ان شاء الله نوري لكم كيفاش تكتبوا وضعيه ادماجيه بدون ما تحفظوا ولا حرف. Just you need the ideas، يعني لازم برك يكونوا عندكم أفكار. هذا مكان لهذا تفرجوا هذا الفيديو تاع اليوم. الفيديو الجاي إن شاء الله حنعطيكم المنهجية كيفية كتابة أي وضعية إدماجية بدون حفظ. نبداو إن شاء الله الفيديو تاعنا ونروحو نشوفو راح نهدر لكم على التوبكس اللي كاينين في كل وضعية هكذا باش يكون عندكم نظرة. ألو، السيكونس نمبر 1 التوبكس اللي فيها 3 توبكس. التوبيك الاول هو فيها مي اند ماي اوت ستاندينغ فيجرز، يعني الشخصيات البارزه، نتعرفوا على الشخصيات البارزه ولا نكتبوا بايوغرافي على الشخصيات البارزه، يعني سيره ذاتيه. تقدر تكون وضعيه كذلك على ماي بروفايل، يعني تعرف بروفايل تاعك ولا تعرف نفسك. كذلك تقدر تكون وضعيه على يونيفرسال لاند مارك، يعني وصف تاع معلم تاريخي اللي هو يعطوكم فاكت فايل، يعطيكم معلومات على اي معلم تاريخي ولا عالمي وانتم تكتبوا عليه ولا توصفوه. وكذلك الوضعيه الرابعه تقدر تكون الموضوع الرابع اللي هو مي اند ماي ايتينري، اللي هي يعني توصفوا رحله درتوها، تريب، رحله سياحيه درتوها. او كاين عندنا هذا التوبيكس في سيكونس نمبر 1. سيكونس نمبر 2 تقدروا تلقاو فيها مثلا يور دريم كارير، يعني تهضر على الحلم تاعك تاع المستقبل واش حاب تكون. يور تشايلدهود ميموريز، يعني ذكريات الطفوله تاعك اللي مريت بهم. ان امبريسين ولا هابي ايفنت، تقدر تكون كذلك على ذكرى سعيده ولا ذكرى محرجه ولا حزينه صارت لك. تقدر تكون كذلك على شيء اخر اللي هو تقدر تكون كذلك على يور ايديال تيتشر ولا يور فيفورت تيتشر، يعني على استاذك المفضل ولا المثالي اللي تشوفه انت مثالي. سيكونس نمبر 3 فيها سوليداريتي، فيها التضامن، فيها تشاريتي ورك ولا تشاريتيز الجمعيات الخيريه والعمل الخيري، وفيها هاو تو بي ا جود سيتيزن ولا سيتيزن شيب اللي هي المواطنه، كيف اكون مواطن صالح. يعني هذو هما الوضعيات اللي كاينين في المقاطع الثلاثه، حنايا حاولنا نجمعوهم كامل هنا في هذا الفيديو. ان شاء الله يكون فيديو قصير ومهم تستفادوا منه الكثير والكثير. الو، كتبت هنا for am as all level all situations mentioned in the three sequences، يعني كل ال situations الوضعيات الموجودين في كل المقاطع. نبدأ ب situation number one personality. هنا راح نعطيكم أكثر بروفايل ممكن أنكم تشوفوا، يعني أكثر تعريف بالنفس. أنا راني دايرة في القناة تعريف وضعية إدماجية، كيفاش how to introduce yourself، كيفاش نعرف نفسي، ولكن هذه نعتبرها أكثر وضعية على تعريفك بالنفس وممتون فيها أهم الأفكار. My name is وتكتب اسمك، and I am وتكتب لاش تاعك يعني عمرك. Old. I'm the type of a hyper person. I'm very active and always happy. أنا يعني الصفة تاعي، يعني أنا دايما happy active يعني نشيط و happy سعيد. I'm the funniest person in my class. أنا يعني التلميذ المرح ولا الفوضى المرح ولا المضحك في قسمي. All my friends and teachers love me. يعني كل أصدقائي ومعلمي يحبوني. But mom says I'm a bit annoying. يعني ماما تقول عليا إنه أنا مزعج قليلا. I don't think I'm so. I'm just energetic. يعني أنا منظنش إنه أنا مزعج ولكن أنا عندي طاقة زايدة. So هذا
تقدر تكون بيرسوناليتي قصيرة ومن طبعا تعرف في روحك، تعطي معلوماتك الشخصية وتعطي كذلك your personality اللي هي الشخصية تاعك. هنا تقدر تضيف إذا شفتوا بلي موش كافي، إذا شفت بلي هذه الوضعية ماهيش كافية تقدر تضيف عليها معلومات اللي تحبها نتايا، كسوا من شخصيتك ولا أي شيء. والثاني شيء اللي هو famous figure. وش معنتها famous figure؟ معنتها شخصية معروفة. الشخصية المعروفة وين قلنا موجودة؟ موجودة في sequence number one، يعني هذه الوضعية في sequence number one وهذه كذلك في sequence number one. هنا راح نهضر على مفدي زكريا ولا الشيخ زكريا اللي هو الشاعر مفدي زكريا معروف. مفدي زكريا كنت درت لكم عليه بايوغرافي، سيرة ذاتية عندنا في هذا البايوغرافي اللي كم تشوفوا فيها هذا الفيديو، فيه يعني تعريف شامل ولا كيفاش نكتب أي وضعية. الشيخ زكريا بن سليمان is one of the Algerian iconic poets. He was born on 12 June 1908 in Gardaya. He was given the nickname of Mufdi by a school friend in Tunisia where he studied. يعني هنايا رانا نعرفوا في مفدي زكريا، وتعريف يقدر هذا التعريف تقدروا تطبقوه بالمعلومات اللي مدوهم لكم. اوف كورس راح نمدوكم معلومات، كوني مدوكم بايوغرافي راح نمدوكم معلومات كيما العام اللي فات في البيان تاع 2021 مدوا لهم معلومات على حسيبة بن بوعلي وطلبوا منهم انهم يكتبوا بايوغرافي. الوغ نتايا هذوك المعلومات توظفهم. سو مفدي زكريا هو كمثال فقط، تقدروا انكم هذه الوضعيه يعني الترتيب تاعها والمنهجيه تاعها تطبقوها على اي شخصيه يمدوها لكم. In 1955 he was imprisoned in Sarkadi prison by the French for his politics. يعني قلنا في 1955 he was imprisoned يعني سجن في سركاجي، في حبس سركاجي بواسطة الفرنسيين لأنه كان سياسي. There he wrote a poem called قسما، في هذاك السجن وين كتب الشعر ولا الأنشودة تاع قسما which became the national anthem، من بعد ولات نشيد وطني. It was sad that he wrote the poem on the walls on his cell. يعني قالوا انهم كتب هذه البوام كتبها في على الجدران تاع الزنزانة تاعو باستعمال الدم تاعو. He has many notable works like إلياذة الجزائر and اللهب المقدس. يعني عنده بزاف اعمال كما إلياذة الجزائر واللهب المقدس. مفدي زكريا died in 1977 in Tunisia. يعني مات في 1977 في تونس. But his body was buried in Algeria. يعني دفن في الجزائر. Yet his memory can never die. الآن ذكرى تاعو ما تنساش أبدا. هذه بالنسبة للبايوغرافي. نروح دوكا الايتنري تريب ولا مثال على رحلة سياحية درتها. راكم تشوفوا بلي رانا ماشيين بنظام، عندنا هضرنا على بيرسوناليتي ولا بروفايل، هاو تو انتروديوس ماي سيلف، من بعد هاو تو انتروديوس ولا بايوغرافي تاع فيموس فيجر ولا اوتستاندين فيجر اللي هو شخصيه بارزه. ثالث توبيك راح نهضروا عليه اللي هو ايتنري تريب اللي هي نقدر نقولوا انها رحله سياحيه. One of the most beautiful visits in my life was my trip to Batna. يعني واحده من اجمل هذه المقدمات تقدروا تدوها لكتابة أي يعني لكتابة موضوع على أي رحلة سياحية، مقدمة بزاف جميلة. One of the most beautiful visits in my life was my trip to Batna. يعني واحدة من أجمل الزيارات اللي رحت ليها ولا الأسفار اللي رحت فيهم هي رحلتي إلى باتنا. I went there with my family. يعني رحت مع عائلتي. First we visited the old Roman city Timgad. اولا زرنا يعني المكان اللي زرناه هو المدينه القديمه Timgad and admired the marvelous ruins. يعني وحبينا هذوك الاثار الجميله رائعه. Then we went to a large covered market that sells silvers, jewels and we bought many souvenirs. يعني من بعد رحنا المحل ولا رحنا السوق وين يبيعوا الجواهر ويبيعوا الفضة، فضة مجوهرات من الفضة. And we bought many souvenirs. And we bought many souvenirs معناتها اشترينا الكثير من الذكريات. Dad was taking photos while we were turning around the shops. يعني الأب تاعي كان يأخذ في صور كنا ندوروا في المحلات. Finally we had lunch in a special restaurant that serves traditional Shawi dishes.
يعني رحنا في الأخير في آخر الرحلة رحنا إلى ريستورانت مطعم وين هذاك المطعم يقدم أكلات شعبية تقليدية. And returned back home so delighted. يعني رجعنا للبيت سعداء. I will never forget that journey. ما ننساش أبدا هذيك الرحلة. هذه بالنسبة للرحلة ولا رحلة سياحية نديرها. نروحوا دوكا لآخر موضوع في سيكونس نمبر 1 اللي هو famous monument. رايحين نوصفوا معلم كما قلت لكم universal monument ولا historical monument يعني معلم تاريخي. إزاي؟ مقام الشهيد. رايحين نعرفوا مقام الشهيد or the martyrs memorial يعني المارتير ميموريال هو نفسه مقام الشهيد is the most famous monument in Algeria يعني هو مقام معروف في الجزائر. It is located in Algiers and it is 92 meters high. هو يقع في الجزائر العاصمة وحوالي الارتفاع تاعو 92 متر. It was constructed by the architect Bashir Yeles يعني هو designed ولا مصنوع هو designed مصمم من طرف المهندس المعماري بشير يلس on November 15, 1982 and was opened for public visits يعني هو مفتوح لباش يزوروه العامة on the 20th anniversary of the Algerian independence يعني في الذكرى العشرين لاستقلال الجزائر فتحوه يعني في 1982 في 5 جويلية until now it's free visiting monument يعني وحتى الآن ما زالوا معلم لزوروه مجانا. هذا بالنسبة للفيموس مونيمنت. فيموس مونيمنت كذلك راي كاينه هذه الوضعية اللي درتها لكم هنا تقدروا زعما تعرفوا أكثر على كيفاش اللي حبي يتعرف أكثر على كيفاش ندير وضعية على أي معلم مشي شرط مقام شهيد. هذا مقام شهيد غير مثال فقط. تحبوا أنتوا تروحوا تشوفوا أي معلم ممكن يجيكم أي معلم في البيام كيفاش نكتب عليه فاروحوا لهذا الفيديو هو مهم جدا. كملنا دوكا من الوضعية تاع سيكونس نمبر 1 نروحوا للوضعية تاع سيكونس نمبر 2 واولها هي childhood memories. هذه اقصر وضعية بالنسبة كاينة في القناة بالنسبة لل childhood memories لانه درت بزاف وضعيات على childhood memories. هذه تقريبا اقصر وضعية موجودة في القناة. Everyone has special memories about his childhood يعني كل واحد منا هذيك مقدمة كل واحد منا عنده ذكريات بالنسبة لي يعني special عنده ذكريات خاصة في حياته. For me my childhood was the sweetest period in my life يعني بالنسبة لي يعني طفولتي كانت أحسن فترة في حياتي. I was so small and active كنت صغير ونشيط. I spent my whole day playing with my friends يعني كنت نقضي اليوم تاعين العام مع أصدقائي. And when I started school كي نبدأ المدرسة I liked it so much يعني نحب بزاف المدرسة. My teacher was loving and my friends too يعني بالنسبة للمعلمية وأصدقائي كانوا بزاف محبوبين يعني لطفاء. I really wish I can live those days again نتمنى أنه نقدر نعيش هذوك الأيام مرة أخرى. هذا topic number 1 اللي موجود في sequence number 2 المقطع الثاني اللي هو childhood memories. نروح topic number 2 اللي هو primary school experiences باسكو احنا عندنا experience اللي هي تجربة عندنا childhood memories اللي هما ذكريات الطفولة. The best days in my whole life were those I lived in my primary school يعني أحسن ولا أفضل الأيام في حياتي في كل حياتي هذوك الأيام اللي كنت عشتهم في الابتدائية. I went to Manasr Maash School. It was small but very nice. يعني كنت نروح لمناصر Maash School هذا اسم تاع primary school. وكان يقول لكم كتبوا على primary school تاعكم. كل واحد كتب على اسم الابتدائية تاعه. My teacher was so loving. يعني الأساتذة تاعي ولا المعلمين تاعي كانوا محبوبين. And my friends too. وأصدقائي كذلك. I was the best pupil in my class. يعني كنت أحسن تلميذ في قسمي. I liked Arabic and maths. كنت نحب اللغة العربية والرياضيات. But sports was my favorite subject. ولكن الرياضة للتربية البدنية كانت أحسن مادة عندي. I was so active and polite. كنت نشيط ومؤدب. I got many rewards because of my high grades. يعني كنت ندي ديت بزاف الجوائز. بسبب معدلاتي ولا علاماتي العالية. But once ولكن مرات I laughed in class and my teacher punished me. مرة يعني مرة ضحكت في القسم ومعلمتي لمعلمي عاقبني.
I wish I can live those days again. نتمنى أنه نقدر نعيش هذوك الأيام مرة ثانية. هذو كان embracing moment ولا هو تجربة محرجة عشتها. embracing moment معناتها في هذا السيكونس تهدروا على يعني لحظات محرجة مريت بها ولا حدث محرج مريت به. We all experienced embracing moments. يعني كامل فينا في حياتنا عشنا تجربة الموقف المحرج ولا الحدث المحرج. In our life, for me, I can never forget that strange night. يعني أنا بالنسبة لي ما نقدرش ننسى هذيك الليلة الغريبة. I was doing my homework on the computer when electricity went off. يعني كنت ندير الواجب المنزلي تاعي في الكمبيوتر في الميكرو حتى راحت الالكتريسيتي ولا راحت الكهرباء. I decided to go to bed. يعني قررت أنه نروح للرقد للسرير. While I was getting deep in sleeping, بينما كنت في نوم عميق, I heard the sound behind the curtain. I thought it was a ghost. So I screamed out loud and mom came checking me. يعني behind the curtain, يعني خلف الريدو, كنت نسمع في صوت حسيته حسبته شبح. ولكن وليت I screamed, يعني صرخت على صوتي. من بعد جات ماما باش تفحصني باش تشوف واش كاين. But she found that it was my cat Lassie. يعني شافت باللي هذيك اللي كانت دير هكاك مور الكيوتر ولا مور الريدو هي لاسي القطة تاعي. Mom started laughing and I felt so embracing. يعني ماما كانت تضحك وانا حسيت بالحرج. يعني حدث محرج هذا من بين الاحداث. بين انتوما كل واحد فيكم عنده حدث الو يتفكروا ويكتب عليه. نروحوا للكارير جيمز ولا العمل تاعي اللي حاب نخدمه في المستقبل. كذلك هو توبيك واحد اخر موجود في هذا السيكونس. No one says no to a bright future and a good career. يعني كل واحد فينا يحب ولا ما يقولش لا انه يكون عنده bright future يعني مستقبل زاهر وكذلك good career يعني مسيرة مهنية جيدة. Personally يعني شخصيا I have always dreamed of being a journalist. أنا دايما نحلم أنه نكون journalist يعني صحفي. And I'm working on it from now. ومن ذلك بديت نخدم على هذا الشيء باش نكون future journalist. I believe that journalists are the voice of people. يعني أنا نأمن أنه الإعلام والصحفيين هما صوت الشعب. They transmit their daily problems to the world. يعني هما اللي ترجموا مشاكل اليومية تاعهم للعالم. Therefore, I want to be one in order to help my community and my people. يعني أنا نحب نكون صحفي باش هكا باش نساعد المجتمع تاعي والناس والشعب تاعي. So, هذا بالنسبة للوضعيات تاع sequence number 2. We move to sequence number 3. A good citizen. A good citizen is someone who respects his country and people living in it. A good citizen معناتها المواطن الصالح. احنا قلنا انه المواطنة من بين التوبكس اللي موجودة في sequence number 3. هنا بعطيكم ملاحظة. مش شرط انك تدي كلش كما قلت لكم في اول فيديو. تقدروا تدوا برك مثلا ideas يعني افكار مليحة تلقاوها لهنايا. من بعد اي وضع يجيكم تقدروا تطبقوا عليها. مانيش نقول لكم احفظوهم كامل. اللي يقدر يحفظ it's okay. صح اللي ما يقدرش يحفظ يقدر يدي معلومات مثلا يدي المقدمة. مقدمة كما هذه المقدمة رائعة. تدي عليها يعني نقطة مليحة. Everyone has special memories. مثلا كيف هذه مقدمة رائعة. One of the most beautiful visits in my life. يعني كاين مقدمات ولكن افكار تقدر تديهم وتوظفهم في الوضعية تاعك ايا كانت الوضعية. A good citizen is someone who respects his country and people living in it. يعني المواطن الصالح هو المواطن اللي يحترم البلد تاعو والشعب والكوميونيتي المجتمع تاعو اللي يعيش فيه. For me to be a good citizen I should respect the laws, help people in need. يعني باش نكون مواطن صالح لازم نحترم القوانين ونساعد الناس اللي يحتاجوني. Participate in charitable works يعني نشارك في المنظمات ولا في الأعمال الخيرية. I believe we all need to think and act positively. كامل نحبوا أنه يعني
نفكروا ونعملوا بوزيتيف يعني بإيجابية for the good of our country يعني country يعني لصالح البلد بتاعنا. I believe we all need to think and act positively يعني كلنا نحتاجوا أنه نفكروا ونعملوا بإيجابية لصالح الوطن بتاعنا for the good of our country because if we do so إذا عملنا بهذا الشيء we will live in harmony and our country will be one of the most peaceful ones يعني إذا عملنا بهذا الشيء رح نكون في تناغم وكذلك الوطن بتاعنا يكون بين أكثر البلدان اللي يعيشوا في سلام. I really wish all Algerians act the way Algeria deserves يعني نتمنى أنه كل الجزائريين يعملوا لصالح وطنهم ولصالح واش تستحق الجزائر. We go now to the last situation آخر وضعية عندنا وهي موجودة في sequence number 3 charitable organizations ولا volunteering يعني منظمات الخيرية ولا الجمعيات الخيرية يعني العمل الخيري. حنجيبوا example على وضعية ولا على جمعية من الجمعيات الخيرية الموجودة في الجزائر من بينها كفيل اليتيم ناس الخير and the Red Crescent يعني كفيل اليتيم اللي هي نعرفوها كامل sorry كفيل اليتيم اللي هي يعني جمعية كفيل اليتيم ناس الخير وريد كراسنت اللي هي الأحمر are the most known and active charitable groups in Algeria يعني أحسن يعني معروفين في الجمعية الخيرية المعروفة في الجزائر واللي يعني اللي بزاف ناشطة. Their primary objective is serving the public interest and the common good يعني أول هدف عندهم ولا أول objective عندهم اللي هو أنهم يهتموا بالآخرين they help people in need يعني يساعدوا الناس المحتاجين ويخلوا المجتمع دايما يكون في يعني بخير وفي سلام. They work freely as volunteers يعني يخدموا مجانا كمتطوعين to collect money يعني باش يجمعوا الأموال food and clothes to help people in need يعني يجمعوا الأموال يجمعوا الأكل ويجمعوا الملابس باش يساعدوا الناس اللي محتاجين and orphans اليتامى. هي الجمعيات هذون نلقاوهم ناشطين بزاف في المناسبات كما مثلا إن رمضان. Some organizations act to protect the environment too وكاين كذلك جمعيات اللي تهتم بحماية البيئة. I participated once with a charity group called عبر السبيل. I participated once with يعني شاركت ممكن أنهم يقولوا لك حكينا على experience ولا على تجربة درتها كمتطوع في كاش جمعية فأنت تقدر أنك تدي هذه كمثال ولا إذا أنت مقدم ممكن يقول لكم مثلا احكيوا على تجربة درتوها ممكن انهم يقولوا لكم مثلا احكيوا على تجربة قمتوا بها ككافي اليتيم مثلا كمتطوع في كاش جمعية ولا ممكن انكم تديروا هذه التجربة ولا انتم الا كنتوا شاركتوا كاش مرة في كاش عمل تطوعي احكيوا على التجربة تاعكم. I participated once with a charity group called عبر السبيل يعني مرة شاركت يعني كمتطوع في group to organize a free إفطار in رمضان يعني باش ننظموا إفطار مجاني في رمضان. ممكن الكثير منكم أنه شارك في عمل تطوعي كما هذا. We spent the whole day preparing food يعني أمضينا اليوم كله إحنا نحضروا الطعام. Then we turned around the city distributing in on poor families على السيتي على المدينة ونوزعوا على الفقراء للعائلات الفقيرة أنهم لس متشردة ولا الأشخاص المتشردين هم لس persons. We were so happy كنا بزاف سعداء to see them smiling and praying for us بزاف سعداء أنه نشوفوهم يبتسموا ويدعوا لنا. It was a great experience that I will never forget. It was a great experience يعني هي تجربة رائعة that I will never regret يعني كامل ما ندمش عليها. Doing again and again يعني كامل ما نتأخرش ولا ما ندمش انه نديرها مرة وثانية. So, this is our video for today. هذا هو كان الفيديو اللي وعدتكم به. نتمنى انكم ان شاء الله استفدتوا. كما قلتلكم ما تنساوش حتى ولو ما حفظتوش الوضعيات فخذوا منهم افكارهم والوضعيات قيمة جدا. So,
إذا ما فهمتوش أي شيء، عندكم أي اقتراح، أي استفسار، أي موضوع حابين ندلكم عليه فيديو، فخلوه لي في الكومنت. و sorry for the voice of my baby، أعتذر منكم على الصوت على البيبي، ما حبش يسكت. So this is our video for today my dear viewers. Goodbye. See you in the next video. Goodbye.